الحضور الكريم مع كلمة قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. سيادة الرئيس، لقد فوضك الشعب جميعاً ووضعنا كل الآمال وكل الأحلام على كتفيك، ولنا ثقة، الثقة الكبيرة في الله أولاً وفي قادتنا العظام وفي بذلهم وإخلاصهم وأمانتهم وفي مقدمته كل القادة الضباط والجنود وكل من له عمل في قواتنا المسلحة وفي شرطتنا الوطنية وكل الشعب في هذا التفويض الممنوح لسيادتكم، هو تفويض مستمر. ولذلك سيادة الرئيس، اعمل وتحمل هذه المسؤولية ونشاركك جميعا فيها. أنا أقول دائما أن كل دول العالم وبلدانها في يد الله، أما مصر فهي في قلب الله. أشكركم كثيرا.